السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سيدتي وسادتي، في اطار اليقظة ضد فيروس كورونا يجب لغيرك من يعاني من احداث اعراض حماس وعن اوضح في التنفس ان يتقدم لاحد اعضاء الطاقم. نخبركم بان يحتمل وجود مراقبه صحيه من سلطه مختصه عند الوصول. من اجل سلامتكم الصحيه نعلمكم انه قد تم تطهير وتعقيم قصور الطائره بعنايه حسب المعايير الدوليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم، قناة عز الدين رحالة طبلة. من فضاء إقليم الناظور أحببت أن أشارك معكم هذه الرحلة المتجهة من مطار الناظور إلى مطار زابنتون بروكسل. أجواء جميلة من هذه المنطقة، منطقة الريف، كما تلاحظون جبال الريف. جو كان هادئ وجميل جدا. من بعد استقرار الطائرة قام طاقم الطائرة بتقديم وجبة غداء، وطاقم الطائرة هي الخطوط الملكية المغربية، الخطوط الملكية المغربية رويال إير ماروك، كما تلاحظون طبق شهي في الحقيقة رغم صغره، ولكن كانت فيه يعني بركة وكان مشبع. كما تلاحظون طبق من دجاج وسلطة وحلوى أو ديسير ومشروبة غازية أو قنينة ماء، وفي الأخير فنجان قهوة. كما تلاحظون الحفاوة والاستقبال من أصول مغربية 100%. أحببت أن أشارك معكم هذه الأجواء. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرقه، فأين أمضي وحول الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يراتل في حزن تبت له، فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. رفعته لك قلبا ملؤه أمل، يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي عن سناي هدى فلم أجد غيره. أهلا بكم احترام التعليمات التالية، ابقوا جالسين حتى يؤذن لكم من قبل أعداء الطاقة للوقوف وأخذ أمتعتكم يدوي. سينزل ركاب الصف الأول ثم باقي الصفوف بالتوالي. L'aéroport de Bruxelles National, il est 18h passé de 20 minutes dans le cave. La température est de 9 degrés Celsius. Veuillez respecter les consignes de sécurité. Nous vous recommandons de prendre garde aux chutes éventuelles d'objets à l'ouverture des coffres à bagages et de vous assurer de ne rien oublier à bord. Vous pouvez gagner des billets primes en voyageant. Nous vous invitons à rejoindre Safar Flyer, notre programme de fidélité sur notre site internet royalair.com ou par l'intermédiaire de toute agence Royal Air Maroc.
Lors du débarquement, nous vous prions de respecter les consignes suivantes. Veuillez rester assis jusqu'à ce qu'un membre de l'équipage vous demande de vous lever pour récupérer vos bagages et de débarquer. Vous serez invité à débarquer rangée par rangée afin de respecter la distanciation physique. Nous espérons que vous avez été satisfait de ce vol et souhaitons vous voir prochainement sur nos lignes Royal Air Maroc, membre de l'Alliance One World. Au revoir et merci.